قبلة، بين منها طرف بس، هذا بيت النبوة، هذا بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه حجرة عائشة وهذه حجرة فاطمة وسيدة حفصة، وهنا زوجات الرسول، بقية زوجات الرسول. المكان هذا اللي تشوفونه هذه الروضة اللي هي ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. المكان هذا بالضبط اللي هي يعني في منزل السيدة عائشة، توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وغسل ودفن بالمكان هذا. هذا المجسم أفضل بدون غطاء. هذه غرفة السيدة عائشة وهذه حجرة السيدة عائشة، مثل اللي مساع وردكم إياه، كان في حصير ومثل الحوش تقريبا. هني كان الرسول عليه الصلاة والسلام، الحصير هذا اللي ينام عليه. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في نفس مكانه تم تغسيله ودفنه في نفس المكان بالضبط، لاحظوا في نفس المكان تم غسله ودفنه، فأصبحت غرفة السيدة عائشة وحجرتها بالشكل هذا، يعني القبر هني وهذه الغرفة وهذه الحجرة أو مثل الحوش، وكانت تستخدم البيت مثل ما هو يعني، والقبر قبر الرسول عليه الصلاة والسلام موجود. بعد وفاة سيدنا أبو بكر تم دفنه بجانب قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن تأدبا يعني عند كتفه تقريبا، المسجد النبوي بالاتجاه هذا والقبلة هني، فجسد الرسول عليه الصلاة والسلام بالشكل. فهذا الحين مكان الروضة أو المسجد النبوي، وهذا بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، هني قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإحنا لما نجي نمشي بالشكل هذا، نجي نشوف أول شيء قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، نسلم عليه، بعدها سيدنا أبو بكر، بعدها سيدنا